السلام عليكم، اهلا بكم من جديد في حلقات قذائف اسامه. طبعا كل التحيه والتقدير لكل التعليقات اللي جات لي على حلقه سرقه القرن اللي لسه عاملينها امبارح، والحقيقه بشكركم جدا، وبشكر جدا تحديدا الناس اللي دايما بتدخل بكل ثقه تقول بنعمل لك اللايك قبل حتى ما نشوف الفيديو لثقتنا فيك. اتمنى دايما يا رب اكون عند حسن ظنكم واكون على قدر هذه الثقه. كلام كتير عن مفاجأة للنادي الأهلي يوم الخميس واحتفالية القرن يوم 9/7. بالفعل حصل احتفالية ولكن داخل نادي الزمالك، وانتظرنا كثيرا انا من خلال السوشيال ميديا، انا ما اتفرجتش على القناة لكن انتظرنا فكرة المفاجأة. الحقيقة المفاجأة كانت اهلا بنادي الزمالك في وزارة التموين وتوثيق او ما تم الترويج اليه من قبل رئيس نادي الزمالك انه خلاص حصل على العلامة الفكرية. عارفين انتوا فكرية مسرحية روحية اتخطفت، احنا كده مسرحية بقى فكرية اتخطفت. لكن قبل اي حاجة انا حابب اعرض ال 13 متسابق معانا، لان في ثلاثة لسه ما تواصلوش معايا. طبعا مش هذكر اسماء، اللي متواصل معايا عارف انه متواصل معايا. فزي ما حضراتكم شايفين معانا 13 متسابق، اتمنى الثلاثة الباقيين يتواصلوا معايا. نروح بقى لاحداث امبارح واحتفالات نادي الزمالك من داخل نادي الزمالك، برغم ان الدولة بتمنع تماما مراسم اي احتفال. يعني تخيل مراسم عقد قران او زواج او ما شابه ممنوع تماما، ونادي الزمالك اللي هو المفروض مؤسسة تابعة للدولة بيضرب كل ده عرض الحائط وبيحتفل في وجود اعضاء الجمعية العمومية. وده مش اول خرق من نادي الزمالك لقرارات الدولة، لان قبل كده نادي الزمالك فتح المجال او فتح خزائنه لاستقبال اشتراكات الاعضاء قبل ما وزارة التجارة والصناعة، كنت ما هو لخبطنا والله بين الوزارات، قبل ما وزارة الرياضة تعلن عن فتح الأندية ونزل أعضاء الجمعية العمومية نادي الزمالك يدفعوا الاشتراكات ويحصل نادي الزمالك فلوس. بالأمس خرق آخر واحتفال برغم أن الدولة منع تماما مراسم الاحتفال، ولكن دايما ده قدرنا مع نادي الزمالك. أول لما إعلام المصريين رفض فكرة عرض الفيديو اللي اعلن عنه رئيس نادي الزمالك، لازم يتوارد لذهنك سؤال، هو ليه ممنوع؟ ايه اللي حصل؟ ليه اتمنع من فكرة ان هو يعرض العلامة الفكرية زي ما بيقول في اعلام المصريين؟ لان اعلام المصريين اعلام وطني واضح جدا وبيتبع مؤسسات الدولة، مش هيقدر يعرض على مسؤوليته حاجة لم تكتمل او ليس لها شكل قانوني. يعني ايه؟ يعني اللي تم عرضه امبارح ده مجرد طلب فقط لغير. ورئيس نادي الزمالك بيعتمد على فكرة ان جماهير الكرة المصرية مش هتضايق شوية في موضوع القانون واللوائح والكلام ده كله، فنعرض ونقول ان احنا خلاص حصلنا على الملكية الفكرية والناس تصدق، وكالعادة بنقود الناس في الاتجاه اللي احنا عايزينه. لكن الكلام ده كان زمان، لان اكيد لازم تسأل نفسك سؤال، ازاي وزارة التموين توافق على منح الملكية الفكرية لنادي الزمالك فيما يخص لقب نادي القرن اللي هو اصلا ملكية فكرية للنادي الاهلي؟ بعض المحامين اجتهدوا وتوصلوا لفكرة الحصول على العلامة التجارية دي بيبقى عن طريق اربع خطوات، ولاني مش راجل قانون انا هعرضهم قدامكم على الشاشة وهيكون في اتصال مع مستشار، طبعا رفض ذكر اسمه، بس مستشار بجد، مستشار موجود في وزارة التجارة والصناعة، فطبعا حفاظا على اسمه لان هو ممنوع من كلام، لكن برضو حابب يوجه الناس لفكرة ان اختراق القانون مش كده يا جماعة، ويقول الموضوع بشكل قانوني. لكن اسمحوا لي اعرض الاربع مراحل، وهي المرحلة الأولى زي ما حضراتكم شايفين مرحلة الإيداع. الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية بتملى النموذج الإيداعي المعد خصيصا من قبل وزارة التجارة والصناعة، وبترفق معاهم عدد 5 صور من العلامة. والنقطة الثالثة إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة اللي أنت بتقدم باحثا على علامة تجارية. دي المرحلة الأولى وهي مرحلة الإيداع. المرحلة الثانية بتسمى مرحلة الفحص الفني، بتقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري، حيث تقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهة أو مقلدة لعلامة أخرى. نعيد تاني، مشابهة أو مقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة.
واضحة؟ ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية، وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة حيث يتم اتخاذ القرارات الثلاثة الآتية: إما الموافقة على العلامة بدون شرط، وإما الموافقة على العلامة بشرط، وإما رفض العلامة. وفي حالة أن أنت ترفض العلامة أو بتوافق عليها بشرط، بيتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة. دي تاني مرحلة، وهي مرحلة الفحص الفني، وأعتقد واضحة فيها نقطة إذا كانت العلامة المقدمة مشابهة أو مقلدة لعلامة أخرى. المرحلة الثالثة وهي مرحلة النشر. بعد ما بتبلغ صاحب العلامة بالموافقة عليها، بيجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاث صحف: أولا الجريدة الرسمية، والتانية والتالتة جريدتين محليتين تصدران باللغة العربية. ليه بتنشر أو إيه الهدف من النشر؟ هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة، وعلى من لديها اعتراض على ذلك أن يتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ آخر نشر. هل حد سمع يا جماعة أن نادي الزمالك نشر أي حاجة في الجريدة الرسمية أو في جريدتين أخريتين باللغة العربية عن العلامة التجارية اللي بيتكلم عنها؟ ما حصلش. فبالتالي هو مطالب ينشر ده عشان ايه؟ عشان النادي الاهلي ان شاء الله يعترض بموجب حقوق الملكية الفكرية. ايوه هي دي. نكمل. ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلا في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهات المختصة. طيب إيه بقى المرحلة الرابعة؟ المرحلة الرابعة هي مرحلة التسجيل. تبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء الشهر المحدد للاعتراض على العلامة، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة باعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، كما تتضمن صورة العلامة، ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها 10 سنوات من تاريخ إيداع العلامة، ويقوم صاحب العلامة باستلام الشهادة والاحتفاظ بها في مؤسسته واستعمالها عند الاستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية، فضلا عن اعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها. يعني الموضوع واضح وصريح الأربع مراحل، لكن خلينا يعني هنجيب اتصال تليفوني مع مستشار قانوني يكون الأمور أوضح وبشكل أبسط من اللي احنا استعرضناه أمام حضراتكم، فاسمحوا لنا بس نعمل اتصال وتبقى الأمور مع حضراتكم. طبعا أنا مش هذكر اسمه بناء على طلبه، وده احتراما لإيه؟ لشخصه يعني. السلام عليكم، أخبارك إيه؟ السلام عليكم. إزاي حضرتك سيادة المستشار؟ ربنا يبارك في حضرتك رب معاك يا حسام. معلش بنتصل بيك يعني احنا بنسجل بعد الفجر مباشرة فبنعتذر لحضرتك على الإزعاج يعني. انا طبعا بسجل حلقة، وكنت بستعرض طبعا للمشاهدين ان في 4 مراحل بيتم بيهم تسجيل العلامة التجارية، وطبعا انا ما عنديش صفة قانونية، فبالتالي بنجتهد من قبل محامين، فنقول بقى ايه يعني لا يفتى وملك في المدينة. فحضرتك حابين نسمع الورقة اللي تم عرضها من قبل رئيس نادي الزمالك بالامس، هل هي بالفعل احقية ملكية فكرية لنادي الزمالك؟ بعيدا عن انه نادي الزمالك او نادي الاهلي، احنا نشرح حقيقة قانونية قدامنا. تمام. بغض النظر عن شخصنة الموضوع او مين ضد مين، هو الموضوع كله بيحكمه قانون اسمه او رقمه قانون 82 لسنة 2002، قانون حماية الملكية الفكرية. قانون حماية الملكية الفكرية. ده بيقول ان اي صانع او تاجر او اي حد عنده سلعة هو بيسوقها وبيكسب منها فلوس، من حقه يحميها علشان هو يميز البضاعة الغالية من البضاعة اللي هي رخيصة، البضاعة الاصلية من البضاعة المزورة، يعني هو بيحمي الحقوق المالية للتاجر وللصانع. تمام. فهو بقال لك عشان انت تسجل، وفي نقطه كمان هنوضحها كمان شويه، ان في فرق بين الاسم التجاري والعلامه التجاريه، لكن في القانون ده هو ساوى في العقوبات لو انت استغليت الاسم التجاري او العلامه التجاريه، هو ساوى في العقوبه، علشان اللي بيحصل دايما يجي يقول لك انا ما خدتش العلامه التجاريه، انا خدت الاسم التجاري، انا ما جبتش جنب علامتك كنادي اهلي.
لا، حتى القانون كان سابق في النقطه دي وقال ان انا لو انا جيت كنادي اهلي حطيت شعار ليا او حطيت جنب واسم مميز ليا اللي هو نادي القصر، ده اسمه الاسم الكبير. تمام. فانت ما تجيش تقول لي انا خدت الاسم ما خدتش العلامه، لا، انت كده اعتديت على الاثنين بالظبط. ودي ليها عقوبه هوضحها لحضرتك، وعقوبات شديده مش عقوبات هينه يعني. تمام يا فندم. مبدئيا هي ادوات التسجيل، انا كنادي عاوز اسجل علامه تجاريه بروح وزاره التجاره والصناعه بقول لهم يا جماعه ادي طلب ايداع انا عاوز اسجل العلامه دي. تمام. بيقدم له عباره عن 4 نسخ بيقول له عاوز اسجل. بتحصل هنا مرحلتين من مراحل الحمايه، حمايه داخليه وحمايه خارجيه. الحمايه الداخليه دي بتحصل في المرحله الثانيه التاليه على الايداع، بتحصل حاجه اسمها فحص فني. الفحص الفني ده بيحصل جوه وزاره التجاره نفسها، بيجي يشوف هو متسجل عنده اي علامات على الكمبيوتر بتاعه مشابهه لده ولا مش مشابهه. طب لا مشابهه، بيرفض الطلب خالص. طب اسمح لي استوقف حضرتك هنا نقطه يا فندم. طبعا النادي الاهلي مسجل نادي القرن، اي حاجه تخص كلمه نادي القرن سواء بقى حقيقي او الاصلي او القديم او الجديد فده بيعد او بيندرج تحت فكره المشابهه، صح كده؟ لا، ما انا همشي مع حضرتك كميه الحمايه اللي وفرها القانون للنادي الاهلي في الحاله دي. طب تمام. هو بيقول له انا دلوقتي هبص عندي اشوف انت مسجل حاجه عندي ولا لا. طب انا يعني النادي الاهلي مش مسجل، يعني هفترض الحوض الاسوء. طبعا النادي الاهلي مسجل وسابق وكان اول نادي في مصر يطبق القانون ده. تقريبا القانون صدر في 2002، النادي الاهلي طبق في نفس السنه بالظبط، في نفس يعني السنه فعلا، ما استناش السنه اللي بعديها. تمام. وبيقول له طب انت يا نادي اهلي بتستخدمه دلوقتي ومش مسجله، ده انا هفترض الحوض الاسوء بقى هنا. فبيحصل ايه؟ بيحصل هنا مرحله حمايه ثانيه اللي هي النشر. بيقول له يا نادي ايه اللي بتقدم الطلب، انشر لي بعد اذنك الطلب ده او الصوره اللي انت مقدمها لي دي في الجريده الرسميه للبلد وجريدتين يوميتين بالظبط باللغه العربيه. ليه؟ علشان لو حد في السوق مستخدم الكلام ده يجي يقول لي لا بعد اذنكم يا جماعه انا مستخدم العلامه دي بتاريخ سابق على الراجل ده، فبعد اذنكم اوقفوا هذه. تمام جدا. احنا كده عندنا مرحلتين حمايه، يعني حتى لو الاهلي ما كانش مسجل فهو برضه مش من حق هنا نادي الزمالك ان هو يسجل، لان انا هاجي كاداره قانونيه طبعا في الاهلي اقول لا ده انا مستخدم الكلام ده، بس احنا الحمد لله احنا اصلا مسجلين. خلينا اكد مع حضرتك عشان برضو نوصل نقطه. يبقى اول حاجه انا بعمل ايداع بطلب تسجيل علامه تجاريه، بيتم فحص فني داخلي من خلال الجهه المختصه عشان لو في علامات مشابهه. النقطه الثالثه هي نقطه النشر في جريده جريدتين رسميتين باللغه العربيه زائد الجريده الرسميه عشان لو في حد عنده العلامه دي يتفضل في خلال شهر يتقدم ببلاغ ان العلامه دي تخصه. فيتم وقف العلامه الجديده واعتماد العلامه القديمه لصاحبها. طيب احنا عدينا المراحل دي كلها واكتشفنا هنا ان النادي الاهلي مسجل. انا ماشي معاك في العمليه الخطوات اللي هتحصل. تمام. دلوقتي عدينا ايه اللي هيحصل؟ هيترفض الطلب طبعا، بس هنا بقى هنا عندك مشكله كبيره تواجه نادي الزمالك، ان هو عنده هنا عقوبه نص عليها نفس القانون ده، القانون 82/2012 قال ان هنا لو حد استخدم علامه تجاريه تخص حد تاني هو على علم بكده وعن عمد فهو عنده هيواجه عقوبه الحبس. الحبس. ده في اسوء، يعني حضرتك اديني بس الوقت هشرح لحضرتك. ما حضرتك احنا بص استفيد. ايوه هو القانون بالظبط في الماده 113 منه، حضرتك اي حد يقدر يفتح على النت دلوقتي ويشوفه، يعني قال هو يعاقب بالحبس مده يعني مده لا تقل عن شهرين او وبالغرامه او باحدى هاتين العقوبتين كل ما استخدم عن عمد يعني علامه تجاريه محميه مملوكه لطرف ثاني. طيب هل هي العقوبه هتقف عند حد الحبس او الغرامه؟ لا، هنا المحكمه بتتدخل وبتصادر اي انا يعني هقول الكيس اللي حصلت اي لافتات او اي لوح او اي رفض متعلقه هتصادرها وهتبيعها في المداد العالمي وهتدي منها للطرف الارصاد التعويض اللي التجبري للضرر اللي وقع عليه من استخدام الطرف المسيء ده لحقه. يعني انت مش هتتحبس ومش هتتغرم، لا ده انت هتتاخد الحاجات اللي انت اليوفك والكلام اللي انت اتعلقت وتتباع في مزاد علني وتاخد انت تعويضك. خلينا في التعويض لان هي في المزاد العلني اكيد مش هتجيب قيمه كبيره يعني اليوفك، لكن خلينا لا هي فكره معنويه اكتر. انت
اعتديت على حق بحق انا هاخد الحاجه اللي انت اعتديت بيها دي وهعوض بيها طرف تاني. يعني هو هنا التعويض معنوي اكتر منه مادي. يعني هو مش ده بس التعويض، انت من حق الطالب بتعويض عن كل الاضرار اللي وقعت عليك. لكن ده جزء من سؤال يا فندم. اتفضل. العقوبه هنا ممكن بتوقع على المعلن يعني انا دلوقتي ولا صاحب الطلب؟ يعني انا دلوقتي اصل وارد جدا انا كرئيس نادي الزمالك اعلنت، لكن المقدم الطلب هو واخد توكيل من المؤسسة وهي نادي الزمالك، ففرد اخر او احد اعضاء مجلس الادارة هو اللي قدم الطلب. في حالة تطبيق القانون هنا، القانون بيطبق على الشخص اللي اعلن وهو رئيس نادي الزمالك بصفته، ولا اسمه متسجل في طلب التقديم؟ بص يا باشا، القانون هنا كان واضح وصريح وقال وكل من استخدم عن عمد، ما قالش قال كل من استخدم عن عمد، ما قالش مقدم الطلب. يعني هنا العقوبة حتى بتقع لو على مشجع لنادي الزمالك عارف ان الكلام ده محطوط واستخدمه عن عمد، هو نفسه ممكن يقع تحت قضيه القانون. وصلت انا مش عاوز اقول نصوص قانونيه بنصها عشان ما يبقاش الموضوع معقد شويه على المستمعين. يعني لا، هو اللي بيحصل لا كل من استخدم وما قالش كل من قدم الطلب او كل ما لا، هو كل من استخدم العلامه التجاريه دي او الاسم التجاري ده هو بيقع تحت قضيه القانون والعقوبه دي. الاسم التجاري او شبيه له او مقلد. بص يا باشا، احكام النقد استقرت ان الاسم التجاري في القانون ده بالذات بيعامل معامله العلامه التجاريه. لان هم كان عندهم بعد نظر وهي قال لك هيجي حد يقول لي انا ما خدتش العلامه دي اللي هو الشعار واسم النادي الاهلي بالظبط. الاسم التجاري ده هو اسم لصيق بالعلامه التجاريه او اللي هو بيميزك كتاجر او كصانع. هو هنا هو ما كانش بيتكلم عن النادي او عن حاجه، هو بيتكلم بصفه عامه. الاسم ده اللي هو بيميزك في السوق او في سوق يعني عن حد تاني، فهو ده ادى نفس الحمايه للاسم التجاري، نفس الحمايه اللي اصبخها على العلامه التجاريه. تمام جدا يا فندم، احنا سعداء جدا وشكرا جدا على التوضيح سيادة المستشار. في نقطة عاوز اوضحها لان هي كمان ممكن توقع نادي الزمالك في مشكلة اكبر. المادة 113 لما جت اتكلمت عن العقوبات قالت مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ممكن تكون منصوص عليها في قانون تاني. والحالة دي يعني الكيس دي هتطبق في الحالة دي. ان احنا عندنا عقوبة اشد ممكن تتطبق على نادي الزمالك. والقانون نفسه ما منحهاش، قال لك انت ممكن تطبقها عادي. دلوقتي انت بتستخدم الاهلي لما جه سجل العلامه التجاريه سجلها ليه؟ لان هو هيبيع تيشيرتات الفريق بتاعته بالاسم، هيبيع هيسوق في الكوره بتاعته، هيسوق اسم النادي، هيكسب فلوس. بالظبط. لو احنا كده قلنا بقى ان النادي الزمالك بيعمل نفس الكلام عشان يوصل لنفس المكاسب الماديه. ده اعتداء على حقوق النادي الاهلي. انت كده بقى دخلت في بعينه نصر، لان انت استخدمت فريق عشان تكسب مكسب. انت عارف ان هو مش بتاعك. تمام. فعقوبتها اشد، يعني عقوبتها اشد هنا، عقوبتها هو الحد. تمام. يعني هو ده الموضوع من الناحيه القانونيه، هو موضوع واضح والقانون موضحه، والقانون موضحه من 2002 مش احنا 2020. اتمنى اكون قدرت اوصل الفكره للمشاهدين. خليني اعيد النقط تاني معايا النقط عشان تبقى برضه مراضحة. اولا الخطوات، المراحل، تسجيل 4 اللي بتقدم طلب، ثانيا بيبقى في فحص فني، ثالثا بيبقى في نشر في جريده رسميه، لو توافق على التسجيل بيتسجل، لو ما توافقش ونادي اعترض خلال شهر او مؤسسه اعترضت خلال شهر بيتوقف التسجيل وبيتطبق عقوبه على اي حد استخدم الفكره دي. وهو هنا قدامنا نادي الزمالك في مجلس ادارته والمنوط بيه رئيس نادي الزمالك، واشد عقوبه بتبقى اقل مده لا تقل عن شهرين. حضرتك انه رئيس نادي الزمالك وكل من استخدم العلامه دي عن عمد، يعني ايه؟ يعني هو ما حددش شخص فاهم بالظبط، لكن احنا اللي قدامنا اللي اعلن قدامنا بفيديو واضح وصريح هو رئيس نادي الزمالك. تمام بالظبط. تمام يا فندم، بنشكر حضرتك جدا. اتفضل. اديني سؤال في اول المكالمه، قلت لي ايه اللي ظهر مع ده حضرتك؟ ده صوره، ده نسخه من نسخ الخمس نسخ بتوع الطلب، لان التسجيل لما بيتم بيدفع شهاده زي شهاده الميلاد بالظبط للمنتج وبياخد ختمه عليها يا فندم، لان هو اظهر ختمه. ايوه بالظبط، بتبقى زي شهاده الملكيه. زي ما انت بتروح تشتري عقار فبتديله بشعر عقاري، دي شهاده الملكيه بتاعت العلامه التجاريه بتاعتك. يعني دي صورة من أول مرحلة وهي مرحلة اللي هو طلب علامة تجارية. بالظبط.
تمام يا فندم، شكرا جدا ليك يا فندم، واسفين ان احنا اطلنا على حضرتك، والاتصال في توقيت احنا بنسجل بعد الفجر، فاسفين جدا والله يا فندم. ولا ايه، ما حضرتك شرفنا في اي وقت. المهم انا بحب اطمن الاهليه ان حقهم محمي بنسبه يعني بنسبه فوق المليون في المية. تمام. انت اصلا مسجل من الاول، يعني انت حتى لو انت ما كنتش مسجل ده انت حقك، لا ده انت اساسا مسجل. بالظبط كده. وانا اعتقد يا فندم قرار الاعلام المصريين بعدم اذاعه هذا الخبر هو دليل على ان الموضوع ليس به اي شيء قانوني. هو قرار يدل ان احنا في دوله مؤسسات، واحنا في دوله قانون، وفي حد فاهم قانون قاعد ومتابع وبص على الكلام ده وقال له لا. بالظبط يا فندم، ما تطلعش توهم الناس بمشروع وهمي اللي انت نادي القانون وتبيع بملايين وبعد كده نكتشف ان ده مجرد طرف. بالظبط. شكرا يا فندم لحضرتك، شكرا سيادة المستشار، شكرا جدا، مع السلامة. اعتقد الامور واضحه تماما، وان الامر فيه عقوبات كمان، مش بس فكره الاعداء، لا ده كمان بيصل لعقوبه بالسجن والغرامه، وربما يكون الاثنين وتعويض، وفكره بقى بيع اليفط في المزاد اعتقد مش هتجيب اي حاجه. والحقيقه الموضوع اصلا سالت نفسي، يعني لو انا طلعت قلت انا مثلا انا توت عنخ امون الحقيقي، ورحت اسجل علامه، عملت شركه كده صغيره وقلت انا توت عنخ امون الحقيقي، هل وزاره التموين كده سهل كده تعلن عني ان انا توت عنخ امون حقيقي؟ والله هي ممكن تعلن عني، ما هو توت عنخ امون الحقيقه هيعترض عليا منين؟ ما هو زمانه مات. نشوفكم في حلقات جديده وضحك جديد وقذائف اسامه، واسف للاطاله، سلام.